هو اليوم النهارده يعني اهو بادئ اهو بزخم كبير و يعني بشرى بانه هذه الجمعيه ان شاء الله زي كل مره في المره الثانيه بتكتمل هتكتمل ويكون هناك عرس ديمقراطي تعودنا عليه وحافظنا عليه حتى في احلك الظروف. يعني في الواقع المشهد مفرح حتى الان، يعني حتى الان ما اقدرش احدد ارقام، لكننا في البدايه خالص الدقائق الاولى ومع ذلك هناك هذا الزحام وهذا يعني المهرجان المفرح يعني الحقيقه اللي بيبشرنا بانه النهارده ستكون هناك مباراه ديمقراطيه راقيه ورائعه. يعني شبابنا اجيالنا الجديده من الصحفيين بطبيعه الحال هم اللي بيملكوا المستقبل، وانا متوقع انهم مشاركتهم النهارده تبقى قويه، و يعني اللي منهم لسه باول مره بيشارك في هذا في هذه الفعالية الديمقراطية الراقية هياخد خبرة جيدة جدا، ويعني بتوقع ان هم يكونوا فارس هذه الانتخابات ان شاء الله. شكرا.